السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن إكمال مشروع التخرج والتقرير اللي فيه أنا ويا حبيب. حياك الله حبيب، مساك الله بالخير. الله يحييك ويبقيك. الله يحفظك، المعذرة على التأخير طبعا، تأخرتك شوي بس معلش. طبعا المشروع اللي احنا فيه طبعا للأسف والله ما مدوني الوقت انه اطور فيه ولا شيء، يعني متخيل يعني على حطة يدك الى الان. الله يعينك. اي والله زين، فانا حطة يدك بالضبط يعني حلل ذا وامور كلها ولا غيرت ولا اي شيء. طيب هني خلنا نجي حق الاهم من ذلك اللي هو شنو. طبعا شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس والاعجاب بهذا الفيديو. خلنا نتكلم هني حبيب عن اللي هو المشروع مالنا او شو اسمه التقرير. التقرير مالنا زين. في التقرير مالنا الان من المفترض ان احنا نمشي على الخطه الثالثه تقريبا، او شو اسمه يسمونها هو الاستاذ الثالث، قال بروسيجر الثالث تقريبا. ايوه البروسيجر الثالث صحيح، البروسيس الثالث. زين البروسيس الثالث يشتمل على بعض النقاط ربما راح نناقشها الان ونحاول نحن يعني نوضحها بشكل معين على حسب الاشياء المعطيات اللي احنا اخذناها. طبعا هذا هي مشروع التخرج راح تلاقونه هنا زين، عباره عن كبوس زين. فتروح هني بتروح على ملفات وواجبات واختبارات المقرر، طبعا يبغى لنا نظهر هذه زين. هني راح نروح على ملفات المقرر. شنو حبيب شاشتك ما اشوفها؟ عذرا ما شاركت اياك في الشاشه انا. طيب خلي بس سجيلك يا حبيب هنا، معذره يا استاذ حبيب. طيب هني الان تشوف الشاشه صح؟ شوف الشاشة الآن حبيب؟ جود أشوفها. ممتاز جدا. طيب هني خلنا نروح على المستندات الهامة. أنا ما أدري هني اللي هو باب هذه يمكننا، لا باب هذه اللي هو النماذج حق ناس قبلنا عندنا. إيه هذا هي الملفات. حاليا إحنا في البروسيس 3 زين. في البروسيس 3 علينا ان احنا نتبع الخطوات التاليه. طبعا لازم ان احنا نعبيه اذا اتوقع عشان نحن نعطي الدكتور يقيمنا عليه. طيب اشوف الان الاشياء اللي هني. خلينا نجي حق اول واحده. طبعا احنا قاعد نشتغل على كانفا. طيب انا احس النت صاير عندي انا نوعا ما ضعيف، اللي بشبك على شبكة اخرى. بس لحظة. حلو حبيب الان تشوفي يا انت اللي قاعد اسوي انا حبيب، وتشوفي تسمعي اصلا. ايوه اشوفك في الكامب انت. جميل شيء رائع. الان راح ندخل على التقرير ونشوف شو اسمه نقدر نسوي فيه. طبعا التسليم متوقع الليله. هو المفروض يقول اليوم الساعه 12 الليل اخر شيء. اي فما ننزل الان. طيب وين وصلنا فيه هذه؟ تذكر هذا قسم الخلفية، قسم الأعمال ذات الصلة. أوكي الانتقال. طيب هذا الباب الثاني سيناقش هذا الفصل الحالات السابقة المتعلقة بمنصتنا. شوف حبيب صح؟ في عالم التكنولوجيا الحديثة
أصبح تحليل الشفرات التطبيقية من الأمور الأساسية في العملية البرمجية. ومع ذلك فإن المنصات المنافسة على تحليل الشفرات التطبيقية قد بدأت تظهر بشكل متزايد، ويعيب يمكننا هذه المنصات عدم توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والأدوات التحليلية والتي تساعد المستخدمين على تحليل الشفرات التطبيقية بطريقة سهلة وفعالة. هني يعني نمدح احنا شغلنا زين اللي شفتوه قبل شوي اللي هو اللي هني زين. اذا جينا هني احنا سوينا تحليل حق الشفرة، مثلا لو جينا وكتبنا اي شيء وحطينا اي مفتاح زين راح يعطينا التحليل حق الشفرة كيف جات وشنون صارت وشنون الام صار اس والتفاصيل كلها، يعني كيف صار هذا الشيء، وغير انه يعطيك الازاحة ويعطيك اللي هو الستة احرف شلون انتقلت وهكذا. عرفت يا حبيب؟ فاحنا قاعدين نمدح شغلنا هنا زين. ولا تتضمنوا المنصات المنافسة على تحليل الشفرات التطبيقية، احنا راجعنا المنصات المنافسة ما تحتوي على تحليل حق الشفرات التطبيقية، ولا تتوفر فيها العديد من الخدمات والأدوات التحليلية، ومن بينها منصات التحليل الثابت والديناميكي، سواء كانت اللي هو منصات ثابتة مربوطة بقاعدة بيانات ملهده أو حتى ديناميكية زين، ومنصات تحليل الأداء ومنصات تحليل الأمان ومنصات تحليل الجودة لما بعد في مستقبلا ربما نسويهم. أبرز المشاكل التي تعيب المواقع المنافسة: مواقعهم صعبة ولا تدعم اللغة العربية، هذه ربما نقلناها من فوق، مواقعهم عامة لكل الآلات الحاسبة، لا توجد تفاصيل لعمليات التشفير وفك التشفير لدى المواقع المنافسة. في المواقع الأخرى لا يوجد منهج تدريبي لكل شفرة، هذا راح نسويه هنا، ومواقع المنافسين مليئة بالإعلانات المزعجة. هذه أبرز الأشياء. فبهذا الشكل تقريبا انتهينا من النقطة الأولى حبيب، أتوقع تقريبا هذا اللي اتوقع انه قال تبيك تربطها يعني كان النقطه الاولى هي بس تنويه او يعني تعطي لمحه سريعه عن اللي سويت فوق، فتقريبا هذه هي. يجب عليك تقديم هذا الفصل واظهار كيفيه ارتباطه بالفصل السابق، هذا قطينا هذه النقطه، ابرزنا الفصل وخليناه مرتبط بالفصل السابق. أول جملة تقريبا، أول جملة شنو اسمه قلنا فيها؟ في عالم التكنولوجيا الحديثة أصبح التحليل وأصبح تحليل الشفرات التطبيقية من الأمور الأساسية في العملية البرمجية. لو سنناقش بهذا الفصل الحالات السابقة المتعلقة بمنصتنا ونربطها ونكتب نتكلم عن السابق. قصدك هني سيناقش هذا الفصل الحالات السابقة المتعلقة بمنصتنا، تتوقع هذه عملية رابط تقريبا صح؟ على الله نتوكل على الله، يعني نقول نحن ربما حققنا هذا الشرط. طيب خلينا نشوف الشرط الثاني الموجود في هذا الريبورت أو البروجرس ريبورت: يجب أن تذكر المشكلة التي تعالجها. ذكرنا المشكلة اللي راح نعالجها، احنا ذكرنا مشاكل الآخرين أحس المشاكل، أنا ما أتكلم عن المشاكل صعوبة الطلاب أو صعوبة التشفير أو صعوبة أنهم يحصلوا منهج، ما تكلمنا عنه، يعني تكلمنا صعوبة أن الطلاب العرب أو كذا يحصلوا مادة يدرسوها أو منهج سهل. يجب أن تذكر المشكلة التي تعالجها. هني خلنا نحطها على شكل نقاط، إيش رأيك؟ أكيد يكون أسهل، النقاط يكون أكثر أفضل من خلنا نروح هني ونروح فوق، أخذ الترجمة نفسها. طيب في احتمالية حبيب إن هي موجودة أصلاً، هذه تكلمنا عنها مسبقاً ولا؟ أكيد لازم أصلاً نتكلم عنها فوق، لازم حتى لو يعني مو ناس كامل لازم ثلاث أربع نقاط. إيه بعد بك بعد بس تدخل وياي
جيب النص اللي احنا جبناه فوق، عرفت؟ ونص ولصقه هني لهند، عرفت؟ فاهم قصدي؟ فهمتي صاحبي؟ المشكلة التي سنعالجها. نعالجها. طيب، ما دخلت حبيب؟ خلينا نبحث عنها. ربما عندك مشكلة في الدخول. الحل المقترح لمعالجة المشكلة. شكرت فؤاد هذه صح؟ يواجه الكثيرون صعوبة في تعلم الشفرات، سواء بسبب قلة الدروس المتاحة أو صعوبة فهم المفاهيم. لذلك نقدم حلا مقترحا لتعليم المجتمع الشفرات التطبيقية عبر موقع إلكتروني. يتضمن الموقع المحتوى التعليمي الذي يغطي جميع المستويات بدءا من المبتدئين وصولا إلى المحترفين، ويتضمن المحتوى دروسا مصورة وشرحا مفصلا للمفاهيم والأدوات اللازمة لتطوير الشفرات التطبيقية. ويتميز المحتوى بأسلوب سهل وواضح يسهل على الأفراد فهم المفاهيم وتطبيقها بشكل صحيح. وبهذا أو بهذا الحل المقترح يمكن للمجتمع تعليم أو تعلم الشفرات التطبيقية بشكل سهل. حبيبي يا أنت ولا طلعت؟ معك معك. تعتقد أن هذا هو النسخة؟ كلها قضية في التنسيق، يعني كيف نحطه مع الكلام في هل نحطه قبله بعده؟ لا أهم شيء نحطه. أهم شيء نحطه. اي ها شيء يكون اقصد اللي يكون يعني شطحه، يعني مثلا انت تتكلم عن موضوع وفجاه تنتقل لموضوع ثاني، يعني قصدي التنسيق في الجاسوس والله ما في ترتيب الكلام، هذا المشكله. هلا الله، نبدأ من هنا. يواجه الكثيرون المشكلة إلى آخره عشان ما يصير مشابه. هنجرب شوف شو اسمه يطلع لنا. إذا كان في تعداد فوق قل لي، إذا تقدر تدخل. الحين صار صفحتين، ما أدري شلون صاير. ممكن أحطه في الصفحة الثانية. أنت شوف لنا بس حبيب. اوكي لا ما بعجبني، انا احس ان تعداد افضل. نشوف ممكن وجود تعداد او ان احنا نعدد ونعكس الاشياء اللي فوق. هل يا حبيب حبيب؟ هلا وياك. ايوه شفت حل حق المشكلة؟ هذه الصورة فيها مشكلة. تكلمنا عن مشكلة واجد حياة. حيل واجد تكلمنا عن المشكلة. نلاحظ ان اكثر شيء تكلمنا عن المشكلة. ليش ما بتدخل انت حبيب؟ تواجه مشكلة في السيارة على ما اوصل البيت بس وارتب. انت في السيارة حاليا؟ اي فهمت. خير تتابع بالصوت انت؟ اي بالصوت، لا تتابعك بالفيديو بس ماني مداخل على
اها فهمت. بس على جوجل ميت ما دخلت على اوكي. طيب خلنا نحن نغير شوي المشاكل التي سنعالجها مع نعكس ثاني منصتنا. منصتنا تدعم اللغتين العربية والإنجليزية. زين هذه أول نقطة. كان يقول يبي المشكلة ما يبي الحال. ها؟ لأن المشكلة كان فقرة أذكر نو أذكر المشكلة اللي أنت تعالجها. ما بالحال ذا يا. أول فقرة كان يقول المشكلة مو بالحال يبي. مشكلة موقعنا ولا مواقعهم؟ لا مواقعنا يا أبي. المشكلة اللي تعالجها شنو هي؟ هذا هي اللغة العربية والإنجليزية، هذه مشكلة حليناها. آه والله ما أدري، بس هذا اللي أشوفه أنا. منصتنا مخصصة للتشفير فقط، تشفير وفك التشفير. زين لا توجد تفاصيل لعمليات التشفير وفك التشفير. تحليل معمق جدا للتشفير وفك التشفير. وبطريقة كافي ان شاء الله. ان شاء الله. لم حد ايش فصلته؟ هذا طلبها منا الان ولا قديمه ذي؟ لم حد وقع اللي تكسر بها انت شو اسمه؟ هي الخلفيه صح. الخلفيه الصراحه من الخلفيه اللي يبيها اللي هو الباك جراوند ما ادري ايش. هذا وصلنا عنده ولا كملنا صح؟ حلو هذا الباك جراوند سكشن. زين. هل شوف اسمه في هذا الباك جراوند سكشن؟ يوفر هذا القسم للقراء عذرا خلفية خارجية حول موضوعك والغرض منه. زين حلو هذه واحدة. هذا يا حبيبي يجب أن يفك أي مفاهيم أساسية ومعرفة يجب أن يكتسبها القراء أو القارئ بعد قراءة التقرير الخاص بك بك الأقسام المتبقية. زين
طيب حلو. الشيء الثالث يستهدف القراء الذين ليسوا على دراية بموضوعك. اسمي اكتب يا حبيب. طيب شو اسمه نكتب؟ في الخلفية، وكان كان يعني كان نفس موضوع قدم مشروعك حق الأشخاص اللي ما لهم علاقة بالتشفير أو أمور اللي راح تكتبها. أتوقع موجود عندنا هذه نفسها، يعني كعنوان بالضبط نفسه. شو اسمه؟ هما حاطين احنا لامحة. نيجي شلون بنحل المشكلة والحل المقترح لمعالجة المشكلة؟ ما اتوقع ذاك الشيء ناسخينها احنا، مو صحيحة. عرفت؟ احنا نبغي لامحة عامة عن الموقع. زين، خلي احاول انا. بس انت من طرفك ايضا فكر في شيء معين. ريثم انا افكر نوقف الفيديو. بالتفاصيل حقتها نقرا هذه مرة ثانية. اقراها ثانية خلنا نشوف. طيب يوفر هذا القسم للقراء عذرا خلفية خارجية حول موضوعك والغرض منه. زين ابرود طيب background about your topic and its purpose. يعني كان يقول الهدف من الموضع، يعني موضع تشفير لو قضية شو الهدف منه. اوكي انا اشوف اتوقع نفس فكرة ان والله احنا كتعليمي كمنصة تعليمية للطلاب او المدربين والمدربين. هل وهذه أبي مثلا تتكلم عن كيف يشتغل، انه والله نفس مترجم جوجل والكلام ده اللي مكتوب نكتبه، ولا بس تتكلم عن الموقع الهدف منه؟ اللي بحط تفاصيل واجد. زين وعم نواجه مشكلة في طيب نشوف. اوكي هنا حط مقدمة على اللامحة. أو ما نحط عنوان. تعتبر منصات التشفير وفك التشفير من أهم الأدوات المستخدمة في عالم الحاسوب، حيث تساعد على حماية البيانات والمعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به. وفي هذا العرض سنتحدث عن الهدف الأساسي من منصات من منصات التشفير فك التشفير منصتنا. وأهمية استخدامها في العالم الرقمي الحديث. هلو حبيب ويايا للأسف. طيب طيب
هني يعتبر الهدف الرئيسي لمنصتنا زين حبيب وصلت البيت وياك وحماية البيانات والمعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به ما توقع وتعتمد هذه المنصات على تحويل البيانات إلى خطة غير مفهومة باستخدام خوارزميات التشفير وذلك لمنع أي شخص آخر غير المستخدم المصرح به من الوصول إلى هذه البيانات. أتوقع أن هذه كله غلط. هنعدل عليه. تعتبر منصات التشفير وفقت بيانات المستخدمة في عالم الحاسوب حيث زين تساعد على حماية البيانات والمعلومات. طيب منصات نحن تعليمية زين فنقول له منصات تعليم زين حبيب تعليم التشفير وفك التشفير من أهم الأدوات المستخدمة في عالم الحاسوب حيث تساعد على تعليم المبتدئين كيفية أوكي حماية البيانات والمعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به وفي هذا العرض وفي هذا العرض وفي هذا التقرير سنتحدث عن الهدف الأساسي من منصتنا وأهمية استخدامها في العالم الرقمي الحديث جميل أرجوك حبيب خلص يوعي ولا أدري بك يا حبيب طيب يعتبر الهدف الرئيسي لمنصتنا هو تعليم زين كيفية حماية البيانات والمعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به للمبتدئ جميل وتعتمد هذه المنصات وتعتمد منصتنا على تحويل البيانات إلى صيغة غير مفهومة باستخدام خوارزميات التشفير وذلك زين لتعليم المبتدئين زين منع أي شخص آخر غير المستخدم المصرح به من الوصول للبيانات كيفية تفصل تقريبا دقيقتين على ما حول على اللابتوب اوكي وفك اوكي للعديد من الشفرات المشهورة عالميا طيب حلو بالإضافة إلى حماية البيانات تساعد بالإضافة إلى تعليم مبتدئين كيفية حماية البيانات تساعد منصتنا على الحفاظ على خصوصية المستخدمين والمعلومات الحساسة التي يتم تداولها من خلال دروس في المنصة طيب
وهذا يتم عن طريق تشفير الرسائل والمعلومات المرسلة بين المستخدمين، وذلك لمنع أي جهة ثالثة من الوصول إلى هذه المعلومات واستخدامها في أي غرض غير مشروع. طيب حلو، طيب طيب حبيب وصال، جيت حبيب؟ مرحبا. هلا والله، حياك حبيب. طيب، وهذا آخر شيء راح نكتبه، فاضي. استخدم منصتنا عادة في العديد من الأغراض تستخدم قصتنا عادة في العديد من الأغراض في العالم الرقمي، ومن أهم هذه الأغراض حماية البيانات أو تعلم حماية البيانات، تعلم الحفاظ على خصوصية المستخدمين والمعلومات الحساسة، وتعلم كيفية التأمين الإلكتروني. ولا نشيل هذا، بلاش منها التأمين الإلكتروني. تعلم الحماية من القراصنة والاختراقات الإلكترونية، وتعد وستعد منصتنا أول، نقول ونطمح صح؟ ونطمح أن تعد منصتنا أداة أساسية في العالم الرقمي، حيث ستساعد على حماية البيانات. تعلم من المجتمع حماية البيانات والمعلومات الحساسة والحفاظ على خصوصية المستخدمين والتأمين الإلكتروني والحماية والمعرفة اسمها التأمين الإلكتروني ده، فما بنشيلها. تعرف التأمين الإلكتروني ده؟ تعرف نخليه والحماية من القراصنة والاختراقات الإلكترونية. جميل؟ تحس إنه واضح؟ نعم تمام. هذه اللائحة العامة، زين؟ خليني أقرأها عليك عشان يكون أوضح، زين؟ اوكي حبيب، خليني اقول لك. وياك. لائحة عامة تعتبر منصات لمصتنا او نعم تعني من اهم الادوات. نطمح ان تعتبر منصتنا من أهم الأدوات المستخدمة في عالم الحاسوب، حيث تساعد على تعليم المبتدئين كيفية حماية البيانات والمعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به،
وفي هذا التقرير سنتحدث عن الهدف الأساسي من منصتنا وأهمية استخدامها في العالم الرقمي الحديث. زين؟ زين؟ تمام تمام. إيه. الآن يقول لك شنو؟ بعدين يقول لك يعتبر الهدف الرئيسي زين بمنصتنا منصتنا هو تعليم كيفية حماية البيانات والمعلومات الحساسة من المصور غير المصرح به للمبتدئين، وتعتمد منصتنا على تحويل البيانات إلى صيغة غير مفهومة باستخدام خوارزميات التشفير، وذلك لتعليم المبتدئين كيفية التشفير وفك التشفير للعديد من الشفرات المشهورة عالميا. زين، بالإضافة إلى تعليم المبتدئين كيفية شنو حماية البيانات، تساعد زين تساعد منصتنا على الحفاظ على خصوصية المستخدمين والمعلومات الحساسة التي يتم تداولها من خلال دروس في المنصة، وهذا يتم عن طريق تشفير الرسائل والمعلومات المرسلة بين المستخدمين، وذلك لمنع أي جهة ثالثة من الوصول إلى هذه المعلومات واستخدامها في أي غرض غير مشروع. تستخدم منصتنا عادة في العديد من الأغراض في العالم الرقمي الحديث، ومن أهم هذه الأغراض تعلم حماية البيانات والمعلومات الحساسة. زين، تعلم الحفاظ على خصوصية المستخدمين والمعلومات الحساسة، تعلم الحماية من القراصنة والاختراقات الإلكترونية. بس هنا ما كتبنا أهم نقطة. زين، تعلم كيف يتم تشفير أهم الشفرات التي تدرس في المناهج العالم. طيب، الو، واضح ولا مو واضح؟ تمام تمام. ونطمح ان تعد منصتنا اداة اساسية في العالم الرقمي الحديث، حيث ستساعد على تعليم المجتمع حماية البيانات والمعلومات الحساسة والحفاظ على الخصوصية. كيفية عملي أشهر شفرات وحماية البيانات والمعلومات الحساسة والحفاظ على خصوصية المستخدمين والحماية من القرصنة والاختراقات الإلكترونية. جميل جميل جميل. أتوقع أن احنا غطينا الآن النقطة والله العالم. عرفت؟ أتوقع، بس ما أدري. طيب، الحين ننسخ هذي ونحطها. شو اسم النقطة اللي بعدها؟ الأخيرة الثالثة. الثالثة توقع عليك إني أبيك تذكر خمس شغلات. غير تتوقع نغطينا كل النقاط، تتوقع من هنا في الباك جراوند. خليني أقرأ أشوف الداش اللي فيه. يجب أن يصف أي مفاهيم أساسية ومعرفة سبع القارئ قبل ما أصل. هذا ما أدري بالقارئ أنا حقيقة. يلا إذا ما يبني ثلاث نقاط أو درجات أقل نجيب ثنتين ولا واحدة. شملنا شيء.
الراس الذين ليسوا على دراية موضوعك، أتوقع إن ما على دراية موضوع نفهمه صح؟ طيب هني شو اسم هذه النقطة؟ نروح لها سريعا عشان نخلص. رسم الأعمال ذات الصلة. أوكي؟ جميل. فهني بنجي ونقول الأعمال ذات الصلة. زين. شو اسمي يبقى ان نذكر في الاعمال ذات الصله؟ خلينا نشوف الحين. كان هذا اللي قال اذكر شيء خمس شغلات او خمس امثله. نذكرينها قبل نجيبهم بس. ما يبي ال ما اتوقع يبي اسم الموقع ويقول اختار خمس، يعني كان يقول تقنيات او شغلات انت استخدمتها في الموقع وهم استخدموها. يقول لك يجب عليك هو استخدمها او استخدم طريقه معينه، مثلا مثل هو عطى مثال لو هو استخدم البروتوكول اس اس اتش وانت استخدمت التلنت ما ادري شفر وهو، فانت يقول اذكر انك انت استخدمت ذا لانه فيه ميزات كذا وذاك لانه فيه المساوئ كذا. ما فهمت حيلون. شو هنا اسمه يقول يجب عليك البحث عن أعمال على سبيل المثال الخوارزميات أو التطبيقات التي حاولت معالجة مشكلتك. زين هذا الشرط الأول. جميل. شو الشرط الثاني؟ أركز. كيف حل هذا العمل المشكلة؟ زين ولا ما ادري شلون اجيبها، تلخبط شوي بس ما ادري شلون اجيبها. الله زين. يقول لك هني لكل عمل طريقه، ناقش قوتها ومحدوديتها. زين. طيب مو هني يقول لك شنو الحد الأدنى المطلوب؟ هو خمس خوارزميات، تطبيقات، طرق، أي شيء. زين يعني نجيب خمسة ونصفهم ونتكلم عنهم صح؟ نتكلم عنهم حيث من ناحية الأدفاندي والدسأدفاندي، يعني كأنت أنه والله ديس فيها الشغلات الجيدة وفيها الشغلات. كيف يختلف عملك عن عمل عن العمل الحالي في معالجة المشكلة المعلنة؟ زين نحاول نحن نسوي جدول، ايش رايك؟ حاول. ولا ما ادري احنا اصلا نلعب الجدول ولا لا. وبنجيب نفسهم اللي احنا تكلمنا عنهم قبل ونحطهم هنا. بس ما ادري اذا هو يدعم جدول ولا لا. او نسوي في ورد ونجيب، ايش رايك؟ شغلة جاهزة. اي مثلا. بس لحظة خلي أحاول. نشوف هني جدول. ما أتوقع أن الجدول مو كائن ولا كائن. إيه لا كائن. جميل. بس مثلا أنا ما أبقي ثلاثة أو أبقى أربعة، شلون أزيد؟ إضافة صف. إيه زين في إضافة صف يعني. طيب خلينا نخطط الجدول بس. شو اسم الأشياء اللي بنحطها في الجدول؟ شو رأيك نحط المزايا والعيوب وش اسمه؟ مزايا عيوب وال وهذا اسمه عنصر المقارنة. الشغلة اللي راح نقارنها شنو هي؟ يعني جميل جدا. نضيف صعب. هم كم هون عددهم؟ خلينا نجيبهم حبيب. انت موجود يا جيب الصور، جيب المعلومات، جيب.
صحيح. خلنا نروح نسوي هني أول عمود راح نحط فيه اسم ال غير جدول. حلو الجدول ولا نغيره؟ فيه هني عدة جدول. شوفوا تبغي الجدول مثلا طيب خلاص نستمر على نفس الجدول أو خلنا نروح إلى الأسود ذا. طيب زين اسم المنصة نحط أول واحدة كم عندنا أربعة هناك يمكن ما أعرف أربعة أربعة أظن هناك أربعة تقريبا ليش تكون أربعة أنا ما أعرف غيرهم أصلا ما أدري يمكن في غيرهم أكيد بس أنا أعرف تبغى تجيب شكلها جيب شكلها تبغى تجيب بس اسمها جيب اسمها على راحتك إيش قلنا ذي هني شنو شنو نحط في الصف في العمود الثاني يا حبيب ميزات والعيوب أو تقل العيوب بحدها في عمود بحدها ما أدري شلون نصف يضيف عمود حقيقية في إضافة صف بس ما في إضافة عمود طيب هنا ما في إضافة عمود ما أشوفه هذا في عمود عمود جديد أبي هاي شلون إيش اللي تبي أنت أبغى أضيف عمود بعد إضافي هذا أضف عمود ذا يمديك أضفت إيه استوى أربعة ما أدري شلون أضفته أنت بس يلا همشي أضفته موجود فوق الصاف هي. على طول فوق لا ما يطلع عندي انا يطلع اي ضغط عمودي صحيح طلع فهمتك طيب هني اسم المنصة وايش هني الميزات وهني العيوب هيا سوف يرسل العيوب وآخر شيء اسمه قلنا العمود الأخير يا حبيب يعني نقول مثلا الأخير يكون شنو هو احنا امتزنا فيه مثلا أو كيف احنا راح نغطي هالعيب ذا او نصحه نقول حل المشكله يعني تقريبا بيكون حلها او يعني حل او اصلاح او معالجه المعالجه كانت كلمة طويلة بس يلا عادي زين خليني بس أعدل الخط زين ممتاز جدا أنا ما أدري شو في المشروع طول الحلو بس يلا خلنا نطلع حاجة من الرأس
فيهم رابط يا ليت ولا ما فيهم؟ لا بدون دي بس الصورة. لا فيهم رابط. لا انت ناسخهم على طول فيهم رابط. زين. ماي ماك تيبلز شنو الميزة اللي فيه؟ طيب انت خلصت حبيب عشان احنا نطلع الميزات والعيوب. نصر اربع ولا نحط الخامسة؟ في خمسة. اوه ما في خمسة عندنا، احنا اربع بس. اربع حطينا. ايه صدق هو يبغى خمسة، نسيت انا ذا الشيء. تمام زين خلينا ندور واحدة خامسة. أشوف واحدة. زين نعطيك قلناها هذي واحدة انتين للشغلة. طيب عندي أربعة بس من الصالة. ما نجيب الخامسة ريال فينش. خلنا نشوف ايش جاوة. شوف الأول في النت في منصة بعد بس حلوة ذي المنصة. بس واضح ما في شعار. شوف هذا اسمها كريب كريبتي كريبتال كريبتي. شفت كريبتي؟ زين ربتي والله مشابه حيل حق منصات. والله صدق نفس الفكرة. هي نفس فكرة منصاتنا بس ما فيه تحليل. بدنا نفرق عنها ما في تحليل ده. ولا هذا المفتاح تقدر انك تصير تضيفه. زين يا طويل العمر. هني تقدر تحط الحروف ملاحظ. هني شنو شو اسمه ذي. عموما ناخذ هذه المنصة اوكي. خلي ارفع لك شعارها. اسمها ريب تي. ريب تي. طيب حبيب قام نحفظها. تمام الان برفعها لك. ما سويت صف خامس. سوي صف خامس بس. هذا في صف خامس. ايوه هذا انا لحظة. اضف اضفت. ايوه اضفت. ما شفت تأخرت عندي في التحميل. ما اشتفيت نوع فضل الموقع في. ايوه. فعلا طيب
هذا اضافته هنا شوف دقات ابو تشاد. الو حبيب تمام تمام رابطها. طيب خلنا نحطها هني الرابط ضغط انتر. جيد. الو حبيب نبدا الانتقال. يلا خلنا نبدا النقد البناء. اول حده لا واحد زين. خلنا ننتقد اول منصه او نبدا بالميزات منينها. يلا خلنا ندخل على موضوع حق حق نشوفه. طيب انا ايش هو ماي هذا هو ماي تاب ايه ماي مات تيبلز. شو اسمه شوف ميزات عنده. الموقع بناتي ورد صاير. هلو طيب هم في شفرات عدة ذولا ذي عبارة عن كالكوليترز. زين زين هذين الكالكوليترز واجد حيل ما متخصصين في التشفير بقى. اها في صح يعني كان كل شيء حتى لغة لغارتهم والرياضيات الشغلات الرياضيات. أيوة الرياضيات فيزياء أي شيء تبيه موجود. زين فش رأيك اسم الانتقاد أو الميزة اللي بتعطيهم إياه؟ أسوأ شيء إنه موقع يعني غير متخصص يعني فيها أكثر من حلوة. نجيب نقاط. زين وين نقاط مثلا نحطها هنا ما بكافي شكل مربع صغير. نحذف اللي فوق. زين نسكر هذه نكبر الخط مع ما راح نقلل النقاط. بس في نقطتين مثلا مد الجدول خلاها كامل الصفحة شذي كويس. يعني متبازي يمين. طيب هل نعطي بس ميزتين لا أكثر ولا أقل. الميزة الأولى اللي فيه ميزة هذا الموقع شامل الشفرات يعني الشفرات كلها تقريبا اذا كلها موجوده. ما بكلها موجوده الشفرات. هو متخصص حق الرياضيات ما ادري الشفره شنو ولا فيه بس يمكن بس شيء قيصر يمكن. شوف كان يزه انه قيصر مفيد للتشفير والرياضيات والعلوم الثانيه مو بس في التشفير. كميزه علم التشفير والعلوم الاخرى. انا ما اشوف انه ميزه اشوف انها سلبيه على فكره. لا تعتبر كميزة وتعتبر كسلبية من جهة إنه مو متخصص على الجهة اللي ما تكون متخصصة في ذا تحس إنها مشتتة. أيه. ما تركز على الأمر بشكل جيد. أيه. أنا أشوف إنه كميزة فيه نقول سهولة الاستخدام. زين سهولة الاستخدام وأيضا التحليل المبسط فيه تحليل مبسط عام يعني. ولا شو رأيك؟ أكيد راح ينفع إذا كان في يعني ممكن. خلنا نحط هالنقطتين. النقطة الأولى قلنا شنو؟ ذكر سهولة الاستخدام. زين وشنو الثانية؟ تحليل مبسط. تحليل الشرح او التحليل المبسط لل زين
طيب الحين السيئات نحط المواجهة، السلبيات نحطها أكثر. أعطني السلبيات. موقع غير متخصص في التشفير، منصة غير متخصصة أو متشعبة في كل العلوم كلها. مثل الرياضيات والفيزياء. طيب هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لا يدعم اللغة العربية. لا تدعم اللغة العربية. حلو. بعد لا تسافر بشكل تلقائي. شوف مثلا لازم اكتب وبعدين اضغط خطوه، ولو قلت 26 طبعا بيطلع لي خطا. انا ما راح يطلع لي خطا، راح يسويها. زين ففيها بعض الاشياء. زين فيها بعض المشاكل. ايش رايك انت يا حبيبي من انتقادك؟ وايضا الاعلانات مثلا من الاشياء المنتقده. هلو حبيب. تمام. والتحليل ما يكون على الشيفره نفسها، يكون ثابت. يقول التحليل لا يكون على الشيفره نفسها، يعني شرح عام. زين مشكلاتنا هني. نزل ينزل، خليه ياخذ الصفحه كلها الجدول حقي. يا لا ورا هو لحد في الانزال، المفروض ينزل زياده. ايوه يمكن محجوز حق غيره. الو حبيب. تمام. ولا نخليه كذي ولا نخليه. معالجة المشكلة نقدر نقول نكتب فيها. شلون عالجنا المشكلة هنا؟ ايه بنقول تخصص التخصص في التشفير دعم اللغة العربية عكس العيوب. بالضبط. نقول هنا تخصيص منصة الناس التشفير فقط. زين هذا واحد. واثنين اللي هو دعم اللغة العربية. زين وايضا هني التحليل المفصل للشفرات. عدل. طيب نشوف الثاني الحين. هذه بهالشكل. طيب ما ادري هني في مفتاح، بس هني مفتاح غير اظن فيه. صح مفتاح ناس. صح المفتاح يعطيك كلمة. لا الكلمة خلني أتذكر شنو المفتاح. طيب امدح الموقع أو ذمه. اعلانات. اعلانات.
ترى علامات علامات ما جينا. خلنا نبدا بالذام. طيب نشوف هنا يقول وجود اعلانات اكثر من اللازم. يقول مزعجة. الاعلانات بس مزعجة نقول لا. هذا واحد. طيب النقد الثاني. تصميم شوي يعني مثلا هني الناس حاطينه فوق ما ادري شلون يعني. ف النص او التصميم لا يتبع قواعد اليو اكس مثلا. مثلا اوكي تصميم لا يستند الى قواعد اليو اكس. نقد ثالث حبيب اللغة العربية لا يدعم اللغة. يقول ان احنا قلنا ذي قبل خلنا نبحث عن اكيد لان الوقت بتذكر حق المواقع كلها لانه مو موجود في المواقع كلها. اي طيب اوكي خلنا الحين نمدح. في عندي مرحين لا نقول لا يعني تتعلم اللغة العربية اتوقع خلاص ما عندي التحليل لأن كان في شهر وانا ما ادري. طيب انا بالنسبة لي الميزتين اللي اشوفها فيه وحلوتين حقيقة نقدر نكتب مباشرة بالخلية صدق فيعرف جيد. إمكانية مشاركة اللي هو الآلة الحاسبة إمكانية التعليق أيضا. جيد واضح حبيب تمام. نضيف بعد زيادة حق المدح في الموقع مدعم أو شيء. في شيء ثاني تشوفه في الموقع ما بكويس. طيب. طيب خلينا نشوف الموقع. الموقع شو اسمه والله حتى ذا شو من نفس تقريبا جميع العلوم جميع العلوم في جميع العلوم كله او اذا ما قلنا كلهم معظم وينه
هذا هو. هذه بس يقدم شروحات هذه بالنسبة حق هذه الموضوع. عرفت؟ فشنو انتقادك له؟ أو مدحك له؟ شلون بس شرح يعني ما فيه تشفير وفاك؟ لا ما فيه. هذا موجود حاسبات فكوة للتشفير فك التشفير زين وبعد شو انتقادك الثاني له؟ نقدر نقول الزام الزام المستخدمين بالاشتراك دورات فيه بفلوس اي نقول كذي اوضح شو اسمه نكتب بفلوس غير مجانية غير مجاني ولا يدعم اللغة العربية ولا تدعم اللغة العربية بس المنصة طيب والميزات اللي فيه شرح مفصل جدا للشيء طيب هذا واحد وشنو الميزة الثانية الصور مثلا قل الصور الصور التوضيحية يعني حق الصور التوضيحية نقدر ايش حق الشروحات اي صور الشروحات مثلا الشروحات جميل حلو الحين شنو بعد باقي نسينا احنا نسينا شلون احنا حلينا المشكله يلا ما علي بعد شوي نجيها هذه فرنسي حتى انجليزي اتوقع ما في انجليزي دي ترجمه جوجل دي ترى زين فهذه لا يدعم لا اللغه العربيه ولا الانجليزيه يدعم الفرنسيه ولو حطيت عربي مثلا هني بيجيب لك ترجمة جوجل خربط عليك شو زين فاهم قصدي يا اخي احنا بنقول لا هو يعتبر يعني سيئة كبيرة انه بس انجليزي بس فرنسي بس فرنسي زين فهذه في مشكلة كبيرة اصلا يدعم اللغة الفرنسية فقط
ما ادري يفهمها ولا بيفهم هنا. لا والله نحط كل شيء اسمه جوجل. طيب هذا واحد. اثنين شو اسمه السيء الثاني فيه؟ نقدر نقول تصميم قديم. يستخدم تقنيات التصميم القديم. هل عندك سلبية ثالثة؟ يا حبيب؟ هلا شنو كان في عربي الموقع؟ اللغات دي شنو؟ هذا اللي هني؟ لا اللي من سؤال الاخر ترجمة جوجل. دي ترجمة جوجل يا طويل العمر. يعني مو ب لا لا والله في انجليزي تصدق؟ في انجليزي من الموقع نفسه. يبقى اللغة ما ادري هل هي معروفة مفهومة ولا ما ادري. لا شنو عاد الانجليزي؟ هاي نقولها يدعم اللغة العربية. في انجليزي انت بعترين لو تأخر. حاطين لك هم خيار انك انت تقدر تترجم الى اي لغة عند جوجل. طبعا طيب هذا اثنين. شنو بعد انتقادك؟ في عندك انتقاد حبيب؟ لا خلنا ندور شو طقطق فيه. طيب هذا طبعا في ميزات ان اتذكرها ما بعيوب، ان كل شيء فيه تقريبا، بس المشكلة انه مو بواضح. ايوه مو بواضح صحيح. الانتقال بين اللي هو التشفيرات جدا صعب. التنقل بين لا 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 نسميها شفرات الخوارزميات سميناها. والله ملفنا خوارزميات خوارزميات سميناها. اوكي الخوارزميات راح نسميها حتى في التقرير. صعب للغاية. تحس انه معقد يعني حتى يعني خيارات مرة ضاعي في الموضوع. اي صحيح. ما عنده يو اكس ابدا او يو اي او اكس ما عنده. زين شنو الاشياء اللي راح نمدحها فيه؟ نقول التكاملية انه موجودة في كل الشفرات دي. والتخصص تخصص متخصص الموقع حقيقة هو أصلاً اسمه ديكود. زين فبنقول له متخصص متخصص في الفترة التطبيقية. أيضاً عندنا شنو الشيء الثاني يا حبيب؟ مساعد قلنا سهل حنقول صعب. نعم مساعد قلنا صعب حنقول صعب. لا بس سهل هو ما يستاهل به صعب التنقل. لا مو سهل صعب حيل الله يقطعش بس انه معقد مو بس صعب. ايه صعب بس اقول لك تكاملية عنده تكاملية. نقدر نقول التكاملية أو نقدر نقول في يحتوي خيارات إضافية حق معظم لا على معظم الشفرات التطبيقية أو الخوارزميات. تطبيقية
سواء القديمة والجديدة. زين حلو. الحين على كريبتي هذه حقيقة حليو عرفت يعني مثلا يعني بشكل كبير حق ويش حق فكراتنا. لاحظ ما أدري شنو هالأشياء التفصيلية. هذا الشفرات شكلها صح حبيب؟ شوف هني يقول لك ألفابتس مثلا، بعد يقول لك مورس كود مثلا سبيلينج ألفابتس مورس كود الناس تفهم شفرة مورس دي القديمة مالت الجهاز الكبير. ايوه شفت هاك هني قيصر مثلا، هني البقية مثلا نجيمة بعد أتوقع قديمة مالت الجهاز ذاك. إيه فحلو ذي حلو حقيقة. هذا نفس فكرتنا على تقريب يعني. وش نمدحها وش نذمها؟ شو مدحك له؟ نقدر نقول نقدر نقول انه هو يتبع لمعظم اللي هو قواعد اللي هو اليو اكس. زين ويحتوي على هو معظم الخوارزميات سواء القديمة أو الجديدة نفس النقطة ذيك. انتقادك له عندنا ما عنده إلا هو ذي، وأيضا تحليل ما يحلل ما في شرح حق ما في تحليل. زين هل دام وجود تحليل طريقة التشفير؟ زين هذا شيء ثاني. شيء ثالث فيه تقريبا كافي اكيوريت رومان نمبر نيوميرال. شوف الذين تقدر تضيفه كذا شافره يشفر لك في مره واحده. عجيب. اضغط على الزايد اللي باليمين. اليمين هذي ولا ذي؟ الثاني قلت له ذي. هذه اخر شيء ها؟ لا اي اخر شيء. اختار شافره ثانيه. الحين ايش نسوي؟ هذا اخترناه خلاص بدينا تكست اقصى اليسار. وهنا شفر الاولى بس الثانية ما شفرها لانك انكود الاولى انكود لا لحالها كل واحد لحالها ان في بلين تكست سايبر تكست. ليش عدل سايبر تكست ثاني ادري ايش له تحت ممكن التكس الثاني ما ادري والله شايفها كذي يمكن ما ادري والله بعرفها. انا احس ان له زيادة الخيارات خلينا نقول له كثرة الخيارات. ايه
فكرة الخيارات اسمنا نقول له ينتج عنها صعوبة الغير لازمة واللي ما لها داعي. إيه غير اللازم صح. حلال لازم ما بشدي توقف زين الو حبيب الحين خلينا نتكلم عن نفسنا كيف حلينا هذه المشاكل لا بس هلا حبيب يا انت وياك طيب هني يقول لك الاعلانات المزعجه زين والتصميم لا يستند الى قواعد يو اكس راح نقول له زين ادم وضع اعلانات في منصتنا هذا واحد والثاني شنو الاستناد الى قواعد يو اكس استناد التام لقواعد يو اكس جميل شيء ثالث ولا دعم اللغة العربية دعم اللغتين العربية والإنجليزية زين زين هني عدم وجود الآلات التشفير الأساس هو وجود آلات التشفير وفك التشفير زين وايضا عندنا شنو غير مجاني منصتنا مجانية بالكامل زين واخر شيء اذا تلعب اللغة العربية تعمل اللغتين العربية والانجليزية زين عندنا ايضا هني تحت خلنا ننقلها بالأخير عشان هي التصميم تصميم التصميم التصميم بتقنيات التصميم القديمة للواجهة نقول تصميمهم يعتمد على تقنيات التصميم القديمة للواجهات حبيبي طلعت موجود وين؟ طلعت من وين يعني؟ شو قاعد تسوي؟ من الباب ما تشارك ما تشارك الحديث ربطت هنا
زين تنقل بين خوارزمية صعب للغاية. هذا تصميم نعم. سيكون بأحدث التقنيات. زين التنقل بين خوارزميات التنقل بين خوارزميات سيكون من خلال ضربات تصميم. التنقل بين الخوارزميات سهولة التنقل بين الخوارزميات ولا سهولات؟ أنا بيعرف شنو تكتب أنا سهولة إذا غضبت التنقل لكن كلام زايد. لا أفضل نحن نزيده. لا من لغتين عربية. سيكون بين قرارات بسيطة. دعم اللغة العربية والإنجليزية. حتى ذي راح ننزلهم تحت. طيب عدم وجود تحليل لطريقة التشفير. تحليل فوري لكل ما تكتبه في النص في الصندوق النص العربي. طيب هني أيضا كثرة الخيارات جعل الخيارات المتاحة هي جعل الخيارات المتاحة هي الأهم. جعل الخيارات المتاحة فقط التي تلزم المتاحة. طيب دعم اللغتين العربية والإنجليزية. هلا حبيب هالشكل سوينا الجدول. وياك يا حبيب. وياك وياك. هل عندك انتقاد؟ عندك مدح؟ عندك ذم؟ أي شيء؟ كويس يكون الموضوع. إن شاء الله يكون كويس. كويس. هذا كامل قبل 5 درجات بنص نص. الله يستر على الاقل احنا نسوي اللي علينا والباقي على الله. انا ما ان شاء الله الامور طيبه. انا نسيت مدرسات حق الشباب ما ادري شلون بيجوني انا ولا لا. انا ما عودوني انهم ما يردون فلهذا هو انت ما ارسل لهم. الله يعينك. زين احنا خلاص خلصناه بهالشكل نروح حق اللي بعدها. الأخيرة كان قال لك كيف هذه الأخيرة اللي هي اسمها رفرنس رفرنس نفس الأولي الرفرنس إيه الباقي خلاص عندك أوكي الآن أنت المطلوب يعني كنت أنت المطلوب يعني الرفرنس اللي حطه كامل أي. مال الأول بروسس وثاني بروسس كلهم اي بالضبط لا إيه لأن أخذنا إحنا حطينا الشفرات أي والجسم صحيح. خلي بس نعدل الصفحات. أنا في اللغة العربية حتى ما حطيتهم. خلينا نشوفهم. خلينا نشوف. سوري سوري نسخة ثانية أكتب عليها إنجليزي بس حس أبدأ فيها. ما سويناها صح نسخة ثانية. أنا حطيت. لا ما سويناها أنا نبدأ نشتغل على ذي يكون أسهل. ما عندك مشكلة. هنا سويها لك. خلينا ننظم الصفحات 1 2 3 4 5 6
سبعة ثمانية عدد تسعة، الحين الباب الثاني 10، 11، 12. ثلاثة عشر وهي 14. خلاص الشكل. تمام. الحين طبعا هني بقى هذه جدول المحتويات مع الدلتا، انا عرفت بيكون على حمد ذا يرخي عدله اي وقت، بس المشكلة انت عندك لازم تعدله. خلاص اعتمد عليه. بالانجليزي بضبط بالانجليزي مش مشكلة. اي الانجليزي هو المعتمد، طبعا راح نستمر عليه على طول. خلنا نروح الحين نروح اسوي لك نسخة، فقلنا حفظ تلقائي عمل نسخة. هذا هي النسخة، زين هني راح احط عليها انجليزي، ولا خليها افضحها اكثر، نقول التسليم الثالث. مفتاح التشغيل انجليزي. طيب حبيب هذا هي، تمام. هذيك رابطها، متى ما تخلصها قل لي على طول عشان احنا نرسل حق الاستاذ. طبعا ما بقدر اراجع وراك، انشغل شوي، احاول انك تراجع بشكل جيد. إن شاء الله. طيب ارسل في الجروب. نرسله في الجروب أو هنا نقدر. رسالته. خلاص حبيب تمام. تأمر على شيء. تمام إن شاء الله الأمور طيبة. يعطيك العافية، ما قصرت. الله الله يحييك، مشكور 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 جزاك الله. الله يحييك، يلا مع السلامة، لا تنسون الاشتراك. التوفيق إن شاء الله. الله يحييك.